السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الأول. اليوم موضوعنا في مادة القراءة هو موضوع دار. نتعرف على معنى الدار أول شيء، ثم ننتقل إلى كيفية كتابة حرفنا الجديد مع مقطع داء القديم. معنى كلمة دار هو المنزل. معنى كلمة دار هو المنزل الذي نعيش فيه مع أسرتنا، والدار هو الذي يحمينا من الظروف الخارجية، أي يعني هي الدار يحمينا من الحر ومن البرد، ويقينا من الحيوانات، ويقينا من الأعداء. هذا هو شكل الدار. هذا هو شكل الدار، يعني بيت. دار يعني بيت، يعني منزل. مفرد دار بيت واحد، منزل واحد. دار ماذا أقول عنه؟ إنه دار. هذا شكل الدار، منزل واحد. أتعرف إلى مقطع دار. مقطع أي مقطع أخذ؟ أخذنا مقطع دا. دا مقطع الدا أخذناه في الدرس السابق. دا أخذنا هذا المقطع في الدرس السابق. دا وكوننا منه كلمة دادا، مقطعين متشابهين. أما هذا اليوم نتعرف على حرف جديد وهو حرف ال هذا رسمه على السطر. هذا السطر، هذا حرف ال هكذا. مقطع دا مع حرف الر ر دا ر دار دار دا ر دار دار. معنى دار قلنا معناه المنزل، دار. هيا الآن أكتب الكلمة الثانية من الموضوع. دا دا دادا دار دادا دار دادا دار. اكتبها بلون مغاير. دار 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 دا دا. ملاحظة صغيرة، عند كتابتي للمقاطع والكلمات أكتب الكلمة وأقرأها سوية. في هذه الحالة أنا أشغل أكثر من حاسة، هي حاسة الكتابة وحاسة السمع. عند تشغيل أكثر من حاسة تترسخ المعلومة في فكرنا. قم بالتكملة. دا دار دار دا 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 دا. حرفنا الجديد رر. أقوم بقراءة الموضوع مرة ثانية. دار دا دا دار دا دا دار 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 دادا دار دادا. حرف جديد رر. الآن أنتقل إلى تجزئة الكلمة التي أخذناها وهي كلمة دار. الكلمة التي أخذناها هي كلمة دار. أقوم بتقسيم الكلمة، أرى كم مقطع تتكون. أخذنا في الدرس السابق حرف الد مع الآ، أصبح المقطع دا. نعم أصبح المقطع دا، مقطع دا. رأينا دا. أخذ هذا المقطع، مقطع الدرس السابق دا مع حرف الجديد رر. دا رر.
دار دار دار. إلى هنا يا أحبابي ينتهي درسي لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم.